شافت الأنبا أثناسيوس. أنبا أثناسيوس زي ما أنتم عارفين هو أسقف بني مزار، وأنتم عارفين أبونا بيشوي من أبو جرج تبع بني مزار. أنا شخصيا أعتز بني مزار لأن خدت منها لغاية تالتة ابتدائي، برضو احنا كلنا عشنا في البلاد دي. وأبونا بيشوي بالتأكيد أخذ الإعدادية من بني مزار لأن أبو جرج ما فيهاش مدرسة إعدادية. فدلوقتي هنسمع كلمة نيافة الأنبا أثناسيوس، والخورس هيقول اللحن أثناء تقديم الكوندولنسز للأسرة. بنحاول نختصر علشان نخلص بسرعة. كان أبونا مينا المفروض يتكلم كلمة عن الكهنة، لكن هو فضل إنه علشان تنصرفوا بدري شوية، فنيافة الأنبا أثناسيوس هيتفضل دلوقتي. الروح القدس الإله الواحد أمين. في الحقيقة أنا عايز أتكلم كلمة بعنوان صغير كده، قاله القديس بولس الرسول وعاش فيه، ونفس الصورة نجدها في أبونا العظيم أخويا أبونا بشوي ديمتري اللي أعرفه من زمان وأنا لسه راهب حديث، كنت بخدم هنا في بنسلفانيا فيلادلفيا وبيستسبيرج وهارسبيرج الحتت دي زمان. في أوائل الثمانينات أنا مش هتكلم عن كلام بسيط، هتكلم عن عمق في حياة أبونا بشوي. العمق ده أسميه بلغة تانية إن أبونا بشوي كان إنجيل المسيح المعاش. وانا احب استشهد بايات، ما احبش اقول كده. يقول الكتاب المقدس في انجيل يوحنا اصحاح 12 عدد 26: خادمي يتبعني، وحيثما اكون انا يكون خادمي ايضا. دي يوحنا 12 عدد 26. كلمة يتبعني، كل واحد واخد موهبة يتبع بيها السيد المسيح، زي ما أعطى الروح القدس كل واحد موهبة. المعلم ففي التعليم، الوعظ في الوعظ، كل دي ممكن تكون مواهب عند كل الناس او عند بعض الناس. ولكن كانت في موهبة كبيرة جدا جدا موجودة في ابونا بشوي، انا مش هطلعها، الكتاب اللي هيطلعها. قد ايه كان ربنا يسوع المسيح بيحب القديس بولس الرسول؟ بل القديس بولس الرسول كتب 14 رسالة، هي تعتبر عمود التدبير الروحي في الإيمان المسيحي، بل عمود السلوك الروحي للشخص المسيحي كله. ويجي السيد المسيح يقول لحنانيا أنه إناء مختار لي سأريه أن ينبغي أن يتألم من أجلي.
هو داخل تحدي، انا هوريكم قد ايه هيتألم من اجلي، لان ما هو ممكن تمشي مع واحد وهو يبجلك ويرفعك ويديلك مجد ارضي ويديلك زمني انك تكون ليك وضع اجتماعي، ولكن ده ما ادالوش وضع اجتماعي غير سأريه ان يتألم من اهلي. ادي الوضع الاجتماعي بتاعه. وعاوز تقرأ كل الآلام اللي شافها القديس بولس الرسول، كورنثوس الثانية أصحاح 11، شاف آلام، مش آلام من بره وبس، ده آلام من جوه، وآلام من بني جنسه ومن إخوة كذبة، وأسار وأصوام وصلوات، وزي المثل ما بيقول يؤم الحفرة يقع في ضحضيرة. ده بيحب ربنا. حب ايه ده؟ حب كويس جدا، لان الكتاب بيقول في رومية 8 عدد 17 يقول من تألم معه قد تمجد معه. يبقى أول حاجة من الألم اللي ربنا بيتوعد بيها أولاده الأحباء، لأن أجرة هذا الألم مجد. بل أيضا نشوف القديس بولس الرسول بيقول في فيليبي أصحاح 2 عدد 29 يقول وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا. قال لا، هو يا رب احنا عشان نمشي معاك هي الطريقة دي، هي كل الألم ألام. شوفوا قد ايه قال ربنا عن القديس أيوب الصديق، قال عنه ايه؟ قال مفيش مثله في بني المشرق. وشوفوا الألام اللي خدها، ألام نفسية وألام جسدية وألام خلت مجده يتهز قدام الشعب، وهو أعظم واحد في بني المشرق. يد الرب كانت عليه قوية وسمح له بالألام. ورغم ذلك هل ربنا ده بيقول ما فيش مثل عبدي أيوب، ولكن الألم كانت له موهبة. الألم ليه فايدة كويسة جدا. أول فايدة إنك هتتمجد بقدر الألم بقدر المجد. تاني حاجة، القديس بولس الرسول بيقول في روميا 8 عدد 18 آلام هذا العالم الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. يعني واحد بيدفع هنا $5 هياخد هناك عملة سمائية ذهبية تدخلك، تخش فيها جرين كارد، تخش بيها every place فيه المسيح. يبقى $5 دي it is nothing. الألام دي لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. عشان كده إن كنا شفنا إن في إنسان يمكن سنين بسيطة في صحة، ولكن منذ أن رأيته وهو في آلام. أبونا بشوي في آلام، الآلام دي ربنا بيحبه بدليل إن ادهاله وقايل آية في الإنجيل من تألم بالجسد
كف عن الخطية. الإنسان اللي بيكون متألم ويشعر بالتعب كلماته تخترق عنان السماء. عاوز تخلي صلاتك مقبولة، قل له يا رب ابعت لي شوية ألم لأن من ضيقي أدعو الرب فيستجيب لي. أبونا بشوي شاف آلام، يعني أنا بقول شفت آلام كتيرة وأمراض كتيرة، ولكن بالنسبة لأبونا بشوي لا تعتبر. أنا خدت هدية من ربنا. أبونا بشوي خد هدية كاملة، هدية ملفوفة من جوه فيها آلام. بس عايز أقولها لكم كانت آلام إيه؟ زي آلام الثلاثة فتية في أتون النار. الأتون الهب بتاعه الناس كلها مش تقدرش تتحمل، ما يقدروش أبدا يبصوا للكلام ده ولا يحتملوا درجات الحرارة الهائلة حوالينه. الله يكون معاك، ولكنه كان يشعر كالثلاثة فتية شدرخ وميشخ وعبدناه في إن هما يشعروا بإن ابن الله شبيه بابن الآلهة موجود معاهم. كان يشعر بإن هي دي النار الساعة. الألم من أجل الله بتخلي الإنسان يتخوشن، خلي راجل زي ما القديس بولس بولا البسيط يقول كونوا رجالا. وكان بيقولها أبونا عبد المسيح المناهري وأبونا يوستس الأنطوني، كونوا رجالا اتحمل. ما عمري شفت أبونا بشوي بيقول أنا تعبان. زي ما بيقول الكتاب الخير نقبل والشر أيضا، إن كان في نظرنا إنه شر بنقبله، لأن عيد الرب علينا من أول السنة لآخرها. وكان يقبل كل شيء بشكر. وزي ما إخواتي اللي اتكلموا عن الجندي المجهول، أنا كتبتها في القرارة عن تصوني سونيا. مش ممكن تشوف أبونا من غير تصوني، لأنها هي كل شيء في الخدمة معاه. بصراحة وأنا كنت بخدم في بلد هنا اسمها فيلادلفيا، كان هذا البيت هو بيتي. أخلص الخدمة وألف على الشعب بالتليفون اللي عايز أزوره روحه، مفيش، أرجع تاني أقعد هنا. وكان لي أب تاني وهو أبونا يوحنا تدرس، كان بيعني وأبونا بشوي يوكلني. وكنت أنا مزروع هنا أيام الأستاذ رمسيس عوض الله وفؤاد جورج وجماعة دولة، لما كنا بنصلي في الهول ونصلي في التليرر. دي أيام كلها شفنا فيها شكر ربنا، وإزاي أبونا بالحكمة استطاع أن يتحمل الأمراض ويتحمل كل مضايقات أو كل عراقيل كانت تيجي في الخدمة. وكان أبونا بشوي أب للجميع زي ما قال سيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا ديفيد. أنا عندي كلام كتير أقوله، ولكن it's too much إن احنا نأخركم more than that because we are late and السكر عمل عمال شفايفي عمالة بتتنين نشفت، وشربت جوه حاجة كده بس والدواء. الناس عندي أمراض كتيرة. نشكر ربنا، ربنا هو اللي بيدي قوة. وأنا عايز أقول لكم انتوا زمان
كنتوا بتقولوا له صلي لنا يا ابونا، لا ما تقولوش صلي لنا، تقولوا له اشفع فينا عند حبيبك ربنا يسوع المسيح. لاني انا متاكد ان ربنا مش ممكن يضيع هذا المجهود ما يكون من غير ما يكون ابونا شوي نجم ساطع في الابديه. ربنا يعزينا كلنا ويجعلنا نتمثل به، وكل بنت تتمثل بتصوني ثنيا، علشان دي مثل للخضوع للزوجة الزوج، ومثل للخضوع للكنيسة، ان الكنيسة كل شيء. وطبعا في ناس كتير هنا نعرفهم وتربيت معاهم برضو، زي الأستاذ صموئيل سابا والأستاذ موريس ديمتريوس ومونا وماجد وجماعة ناس كتير، بس أنا I forgot النيمز. God bless you، ربنا يبارك فيكم ويبارك في الكنيسة، ونسمع عنكم كل خبر طيب. ربنا يكون معاكم.